مباراة قوف القفصة والترجي عاش اللقاء بين الفريقين لحساب البطولة، ولم يسبق لقوف القفصة أن فاز على الترجي. مهدي قاسم، سمي بن مسعود، عماد الأجري، ورضا الويتي. اليوم عملنا دخله سمحه وبقدرة ربي باش نعمل نتيجه باهيه، والكونتير بقدرة ربي باش نحبسوا نتاع الترجي لهنا بقدرة ربي، زاد كيما عملنا في سوسه باش نعمل ضد الترجي لهنا. قوف القفصة اللي تلقى أعرض هزيمة في هذا الموسم ضد منافسه في هذه الجولة الترجي الرياضي، ومنذ انتداب محمد الكوك كمدرب ما عرفش الهزيمة لكنه ما عرفش عمل فوز أيضا. نتصور كل مقابلة والحقيقة متاحة اليوم ظهر لي وصلنا الكونتاروبور للعد التنازلي لنهاية البطولة، إن شاء الله مقابلة على ميداننا أمام منافس محترم اللي بطبيعة الحال جاء لهنا جاء يلوج على نقاط المباراة، احنا كيف كيف إن شاء الله نكونوا أبليكي في الملعب وإن شاء الله نمنوا بحظوظنا. حبيت أقول لك رقم زوز نظارات وزوز هدية في المقابلات. في بالي زوز نظارات لا غالب، لا الحمد لله ما خديتش نظارات يعني التصرفات ماهيش أخلاقية ولا حاجة، لا غالب صاروا زوز نظارات الحمد لله، جاوا معهم زوز أهداف غطيوا على زوز نظارات. مدرب الترجي الرياضي البرتغالي دو مورايش يعود الى قفصة، المناسبة الاولى كانت في اخر ظهور ليه مع الملعب التونسي وكان انهزم انذاك. On est venu ici quoi, ce sont deux équipes tout à fait différentes dans un moment très différent de Gafsa et un moment qui était aussi différent du stade tunisien que c'était au début de la saison, préparation d'une organisation etc. الفي تذكرة تم تخصيصها من طرف هيئة القوافل لجمهور الترجي الرياضي وهذا يحصل لأول مرة. إن شاء الله تتوسط، بقى أنا فيها شو ما تعرفوا النتائج تاع الجمعية الأسبوع الفارط، معناها عملنا نتيجة إيجابية في سوسة. جمهور أعطى ثقة في الجمعية ويحب يساند الجمعية، وبدون شك معنا اليوم نلعبوا ضد البطل الخريف الترجي التونسي. الترجي ورغم غياب مهاجم الكاميروني أوري بيانفينو بسبب إصابة، وجب عزي ياخذ مكانه مقابل الظهور الأول لخالد القربي كأساسي مكان زين العابدين السويسي. أول فرصة كانت من نصيب القوافل في الدقيقة الرابعة، محمود الطاهري يسد من بعيد والحارس القصراوي في الموعد. الترجي الرياضي يمسك بزمام الأمور منذ الدقيقة السادسة، الضغط على حمل الكرة واستغلال حركية وجب عزي على الرواق الأيسر، إضافة إلى توزيعات خالد القربي على غرار هذه الكرة في الدقيقة السادسة، والحارس إيهاب جماعة كان أسبق من مايكل إنيرامو. ثم توزيعة ثانية والنيجيري كان في موقع تسلل. الدقيقة العاشرة الترجي الرياضي يتحصل على مخالفة جانبية، اللي شمام ينفذ وخالد القربي يستغل البهتة في دفاع القوافل وبالراس يفتتح النتيجة. لعبت اول ماتش تيرير كنت على معناتها على تم استعداد والحمد لله يا ربي. كفرون جات على اللي على الجدب سطر شباب القدا جات في راسي بقى لي كامش نحطها هكا هو بعد. هدف حر الاقدام والترجي الرياضي ضغط اكثر. دقيقه 14 وجب عزي يدخل منطقه 18 متر يسقط والحكم العكروت يامر بمواصله اللعب. الهفوات في دفاع القوافل تواصلت. دقيقة 20 الحارس إيهاب جماعة وخروج خاطئ كاد يستغله مايكل إنيرامو. يتعكس الهجوم ونبيل المساوي يجرب حظه كرته فوق مرمى الحارس القصراوي. دقيقة من بعد مايكل في مناسبة ثانية ما يحصلش التسديد ويضيع هدف ثاني على الترجي. القوافل تلت 25 دقيقة الأولى ما تمكنش من تجاوز 30 متر الأخيرة لدفاع الترجي اللي أحكم لاعبوه تأمين التغطية الدفاعية.
لكن ابرز فرصه جات في الدقيقه 27 صبر الحمدي نفذ مخالفه مباشره والقصراوي يبدع في تحويل الكره للركنيه. صعوبات التوغل على الاجنحه اجبر المدرب محمد الكوكي على القيام بتغيير اول مروان تريتر مكان محمود الطاهري في الدقيقه 33، لكن الامور ما تحسنتش والقوافل يخرج من 45 دقيقه الاولى متاخر بهدف، وايضا ثلاثه لاعبين انذرهم الحكم العكروت وهما نبيل مساوي، مروان تريتر، ماتياس، وهو الانذار الثالث اللي يحرمهم من خوض المباراه القادمه. الشوط الاول يعني عادي اكثر يعني سير بالاريتي ماركيت الاسبيرونس، يعني الباقي كل يعني محصور ما بين وسط التيران وكاو، يعني فماش لعب برشا فهمت، يكون عامل الريح قلق شويه الملاعبيه وكاو. في الشوط الثاني تواصل سيطره ابناء باب سويقه، وجيبو عزي في دقيقه 55 يسدد والحارس ايهاب جماعه يتصدى. وجيبو عزي اللي كان من افضل اللاعبين في هذه المباراه بذكاء كبير كادي باخت حارس القوافل في دقيقه 62. وجيبو عزي حاول في مره ثالثه وكورته جاي بسرعه، حارس القوافل يرجع الكره وسامه الدراجي كاد يستغل الفرصه. دقيقة 70 عمل جماعي ممتاز، انطلق من أسامة الدراجي لخليل شمام يوزع ومايكل ما يستغلش موقعه المناسب للتهديف. فرص التهديف تواصل للترجي، ودقيقة 78 وليد تايب يسدد والحارس إيهاب جماعة حول الكرة للركنية. إدغار لوي أيضا جرب حظه بعد كرة مرتدة. 10 دقائق أخيرة القوافل أصبح أكثر توازن في وسط الميدان وبأكثر لاعبين، وحمز الأدب من الرويق الأيمن يوزع ونبيل المساوي كاد يستغل الفرصة اللي كانت الأبرز في هذا الشوط للقوافل. فرصة التعادل ضاعت أيضا على أيوب كرامتي في دقيقة 84 يسدد وخالد القربي بصعوبة يحول الكرة للركنية. القوافل ما تمكنش من التعديل فيما تبقى من المباراة العاشرة بين الفريقين، والترجي الرياضي يعود بفوز هو الخامس على القوافل 3 نقاط ثمينة يعزز بها مركزه في صدر الترتيب. شوفوا فيزيونومي معناتها تاع المقابله الكل كنا نسحقوا على الاقل نتيجه تعادل. بون المباراه كانت شوط بشوط، شوط الاولاني كان فيه ترجي التونسي عنده الاسبقيه في الهجوم، خاصه انه احنا ما كناش متمركزين كما يلزم وعطينا برشا كرات معناتها للمنافس. الشوط الثاني تنظمنا اكثر، استحفظنا على الكره اكثر خاصه على مستوى وسط الميدان، وكان تقريبا سيطره كليه لفريقنا، لكن مره اخرى خسرنا معناتها مباراه اثر كره ثابته. بالنسبه لنا نحن جايين القفصه نعرفوا اللي باش نلقاو منافس صعيب، منافس يبحث عن نقاط كيفنا نحن نبحث عن نقاط. دونك الكونتكست نتاع الماتش كان متقارب بالنسبه للتفكير نتاع زوز فرق، وذاك علاش معناتها لاحظنا ونعرفوا اللي معناتها يافي بوكو دو بريزيون كو سوا علينا نحن كو سوا على القفصه. لعبنا بدينا الماتش كما ينبغي، سجلنا هدف، جاونا شويه فرص من بعد، لو كنا معناتها سجلنا الهدف الثاني كنا نسهلوا اكثر المباراه على انفسنا. جينا القفصه وفرحوا بنا اهالي قفصه، ما ننساوش اللي برشا محبي الترجي موجودين في قفصه. الحق بتاع ربي معناها ما حسيناش رواحنا معناها، وان معناها نخرجوا نلعبوا خارج القواعد نتاعنا. بارك الله فيهم. راعي الروح الرياضيه. اول هدف اذا كان لخالد القربي مع ترجي في البطوله والخامس ليه في الموسم، كان سجل 4 اهداف مع الملعب التونسي. خالد القربي اللي سجل هدف ومنع هدف كذلك كان لصالح قوافل قفصه. اذا حسب رايك سيد احمد كيفاش ريت قوافل قفصه اليوم؟ قوافل قفصه تغيرت على قوافل قفصه اللي ريناها في الشطر الاولاني نتاع البطوله، معناها حتى الاواخر للي فريق متكامل، فريق متحمس. اليوم حتى الهدف اللي تسجل له
معناها هدف نجم نقوله غلطة دفاعية فاتحة من فريق يلعب في الواحد هو هفوة بتاع تمركز، خاطر من المفروض وقت اللي الترجي الرياضي باش يسدد المخالفة كل اللاعبين تقعد على الخط بتاع 18 متر مش توخر للستة أمتار، معناها توخيرة بتاع الستة أمتار وقت اللي الكرة جات في رأس القربي الحارس بالطبع من يجمش يراها وتدخل، لولا كانوا مدافعين موجودين على 18 متر حتى كيضربها القربي كان الحارس ينجم يا اخويا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الطريقة اللي لعبها الثلاثة ملاعبية في المحور الترجي الرياضي كان محضر له، فهمت، لعب له زوز لاعبين على الأطراف اللي هما التايب وبوعزي ومايكل الرامو برك في محور الدفاع، خلاه له في المحور، معناه لهنا فريق قفصة ولاو ثلاثة ملاعبية حاصرين مايكل، فهمت، ويلعبوا لهم ولاو الترجي الرياضي الدراجي وراهم وراء ثلاثة ملاعبية هذوكم، والقربي والمقابلة في حد ذاتها ما فيهاش برشا فرص خاطر الترجي الرياضي يلعب يلوج على ثلاثة نقاط، فريق قفصة كيف كيف يلعب بثلاثة نقاط، المقابلة صارت في مستوى محترم في بعض الأوقات، معناها ما نقولوش ترجي يضغط ما خلقش برشا فرص، فريق قفصة غلط ضغط وبالاخص في الثوط الثاني، وكان عنده صابر المحمدي في وسط الميدان اللي قام بدور كبير برشا ونعتبره كان هو راجل مقابلة اليوم، فهمت، فريق قفصة شخصيا تغير كليا، الهزيمة نتاعو ما يزموش يتقلق منها، خسر مع فريق كبير ولو ترجي رياضي عرف كيفاش بعد تسجيل الهدف عرف كيفاش يسير المقابلة، فريق قفصة جاوا زوز فرص كانوا ينجموا يكونوا زوج اهداف في اخر المقابله، فهمت، يظل على الطريق السوي، ومعناها حاجه اخرى اللي تغيرت في فريق قفصه اللي ولاو لي ديوال الثنائيات بالاخص في وسط الميدان، فهمت، ولاو ياخذوهم يربحوهم ولاو يربحوهم. هو على فكره باش نكمل كلام سيد احمد، ماتياس مال على اليمين كريمو داير يستعملوه الشيء هذا حتى قبل ما يجي الكوكي، ماتياس خرج من الاكس خلى انيس اللاعب نتاع جرزيس انيس والبناني وماتياس طلع على اليمين وعمل الدور هذا والادب كان مقابل اللي هو الرقوش اللي هو شمام. واحد اثنين، اليوم باش نقول ملاحظه على الترجي اللي لعب براس حربه واحد واللاعب اللي باش نتكلم عليه هو اللاعب الدراجي، يعني اللاعب الدراجي اليوم لقاه راحته خطر كان عنده لاعب اسمه بوعزي يعني في الفلانغوش قبل ما كانش واحد في الـ في الـ في الكولوار اليسار، دونك اليوم البوعزي لاعب صاحب يعني صاحب فنيات فرديه كبيره برشا، لكن كل اللاعب هذا اذا كان ما صارش منه تيتولير ابارونتير في الفتره الاخرانيه لانه يزودها خاصه يعني في اخر مباراه الترجي وقت اللي قاعد محافظ على النتيجه والنتيجه 1-0 ولا تخلى في لعب ثاني وتوتسويت حتى الرياكسيون نتاع رده الفعل نتاع هذا لاعب كبير بصراحه ينجم يعطي برشا 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 للترجي، ينجم يلعب في اي مكان، صاحب امكانيات فرديه كبيره وكبيره، سريع، سجل اهداف، معبود الجماهير يعني الجماهير كل حتى تنادي به في اوقات كبرى باش يلعبوا، غاب هالفتره هذه نقول له انا لاعب لنا حط شويه جديه في اللعب نتاعك. فريق قفصه اذا كان ينقصوا يمكن حاجه القدام ما وجعش برشا مع الميساوي يمكن في اخر المباراه جازف نوعا ما وعنده الحق المدرب الكوكي، لعبوا بكوارتهم الكل دونك جابوا نوع من الخطوره للترجي الرياضي ولو الترجي كان متخوف المباراة هذه ومتحضر لها يعني في متحضر لها كوميفو عارف انا اللي يمشي القفصة المباراة ما تكون سهلة. قبل ما نشاهدوا اذا فقرة فيراج الخاصة بالنجم الرياضي الساحلي نمشي معك هشام، مش عندك في المباراة هذه؟ عندنا بعض اللقطات نشاهدوهم في المباراة هذه، اللقطة الأولى هي هجمة لوجه البوعزي يتوغل داخل في منطقة 18 معناها منطقة الجزاء يراوغ ويفقد التوازن نتاعو لوحده ويسقط ولا وجود لمخالفة، شوفوا هنا العملية وجد بوعزي يسقط وحده ما فماش مخالفة وقرار الحكم بمواصلة اللعب قرار سليم. اللقطة الثانية هجمة كذلك للترجي الرياضي التونسي، الحارس جماعة يخرج خارج منطقة الجزاء يحاول يلعب الكرة بالساق ما يفشل معناها ويفشل، ولكن الكرة تصطدم باليد نتاعو بصفة عفوية نشوفوها لهنا
بصفة عفوية، وقرار الحكم كذلك بعدم الإعلان عن مخالفة. سمعت لاعب خطير هذاك الخرجة نتاع الحارس المرمى، والله التركيز نتاعه الكل كان على الكورة، وما فماش معناها المخالفة غير موجودة معناها في ضد الحارس جماعة. اللقطة الثالثة كذلك من شاهدوها لهنا، هجمة للترجي الرياضي التونسي، كرة في القائم الثاني في اتجاه التايب، يحاول يلعب الكرة بالراس، يحتك مع المدافع ويسقط، وكذلك لا وجود لمخالفة. نشوفوها لهنا بالصفة البطيئة كيفاش التايب يحاول يلعب الكرة بالراس، يرتمي ما يخلطش على الكرة، ولا وجود لمخالفة. اللقطة الرابعة اللي مشاهدوها، هجمة للترجي الرياضي التونسي كذلك، اللاعب إنرامو يقوم بسلسلة من المراوغات، نشاهدوها هذه أقرب، هذه أقرب نفس اللقطة الأخرى. نشوف اللقطة الرابعة كيفاش إرامو يقوم بسلسلة من المراوغات، هنا باقي مسيطر على الكرة، أحد المدافعين يمسكه من القميص متاعه خارج منطقة الجزاء ويسقط داخل منطقة الجزاء. هنا كان الحكم الإعلان عن مخالفة لصالح الترجي التونسي خارج منطقة الجزاء، لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب ولا يعلن عن مخالفة. هذوما تقريبا اللقطات اللي عندنا في المباراة هذه. نمشيو لفيراج.